الله اجمد اجمد يا عريس الليله ليلتك. ها انا متاكد ان انت هتبقى ده ودود ان شاء الله. ربنا معاك. اقول لك مبروك على رئاسه الوزراء ولا اقول لك هارد لك عشان ما عرفتش توصل للي انت عايزه؟ انت بتقولي يا مريم؟ مش انا اللي بقول. اتفضلي. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ طبعا انت كنت فاكرها ماتت. كلنا كنا فاكرين انها ماتت. فيها ايه دي؟ ايه اللي بيحصل ده؟ حد يفهمني ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ان الاستاذ كمال هو اللي كان عايز يخلص منك، وهو اللي دبر لك محاوله اغتيالك، وعشان ما يقدرش يعمل ده لوحده استعان بصديقه الدكتور فريد حسان. كذب كذب كل ده كذب. اوعى تصدق الكلام ده يا هاشم. هاشم هاشم خلاص يا لي خلاص، ايامه بقت معدوده. ايه بقى القلق اللي على اخر الليله ده؟ مش هينفع مش هينفع اجي، مش هينفع افضل مستني لحد ما يخليني نائب. لا لا لا، الموضوع ده لازم يخلص وبسرعه. انا عندي ضمانات اني هكون البديل. يخرب بيتك يخرب بيتك يا جي. سيجارتك تجنن تجنن. كفايه كده، اسمع بقى الباقي منه وانت بتحقق معاه. أظن كده كل الأمور وضحت خلاص. كان لازم يبقى في دليل في ايدي، لاني مهما قلت لك ما كنتش هتصدقني. ومع ذلك سبتني اروح وانا كان ممكن اموت. ما كنتش اعرف يا هشام. التسجيل بيقول انك كنت تعرفي، والهادم والاستاذ اللي دبروا كل حاجه اكيد طبعا كانوا عارفين. وطلعت طلعت مش بعيد، هو كمان كان عارف. يعني كل اللي حواليا كل اللي حواليا خانوني. هاشم انا التسجيلات دي لسه واخداها دلوقتي حالا. قولي لي انتوا على علاقه مع بعض اللي انت يعني انتوا بتتنمروا عليا من امتى؟ اتكلمي عشان خايفة من ايه؟ انا حبيبك انا رئيس جمهورية. هاشم هاشم ما تحاولش معاها. جيهان من ساعة ما عملت الحادثة وهي فاقدة الذاكرة مش هتفتكر أي حاجة. فاقدة الذاكرة؟ فاقدة الذاكرة؟ انت كمان فاقد الذاكره.